كنت لسه بتكلم مع حضراتكم عن النادي المصري وتعادله اليوم مع بيراميدز سلبيا. معايا عبر الهاتف الان كابتننا الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للمصري. يا كابتن حمد مشرف ومنور كالعاده. يا كريم ربنا يخليك يا رب، وحشني جدا. حضرتك وحشني جدا جدا حبيبي ربنا يخليك. حضرتك ايه؟ والله الحمد لله حبيبي ربنا يخليك. احنا اول سؤال ليا احنا مستنيين المصري يكسر الدنيا الموسم ده، يعمل اداء رائع حبا في النادي المصري وجماهيرته العريضه، احتراما لهذا الجهاز الفني بقياده كابتن ايهاب جلال وحضرتك معاه واللاعبين المميزين من مصر، ولكن البدايه فيها خساره وفيها تعادل. هل حضرتك شفت ان البدايه دي كانت منطقيه ولا ضد توقعاتكم او بخلاف توقعاتكم؟ والله يا كريم انا بحمد ربنا في الاول وفي الاخر على اي حاجه ربنا بيديها لنا، لكن هي غير منطقيه بالنسبه لنا. هزيمه مفاجاه بالنسبه لنا باداء غير مرضي لينا احنا كجهاز فني، هيبقى برضو غير مرضي لبعض الناس. كانت مفاجاه لينا ان احنا اكثر من 70 او 80% من اللعيبه اللي موجوده جوه الملعب خارج المباراه. حاولنا في المباراه لكن سيراميكا كان طبعا مش تقليل من سيراميكا، فريق كبير وعنده لعيبه كبار، لكن كان عنده توفيق غير عادي حتى في احراز الاهداف. فده اللي خلى اللعيبه تبقى بره النطاق. حاولنا جوه المباراه نشتغل وفي نفس الوقت ما كناش قادرين نخسر بعض اللعيبه ان احنا ننزلها والاداء سيء قوي فتخسر بعض اللعيبه، وانت عندك بعد 4 ايام كان ماتش بيراميدز، فده اللي خلانا نبقى بنحاول نحافظ على قد ما نقدر حتى لو المجموعه اللي في الملعب بتأدي بشكل مش مرضي، لكن كنا متاكدين ان شاء الله ان احنا نحاول باذن الله في الايام الفرق اللي بينها وبين ماتش بيراميدز ان احنا نعد اللعيبه تاني ونقف على رجلينا. انا بقول ان التعادل النهارده بطعم خساره بالنسبه لنا، ان احنا مسيطرين سيطره كامله على المباراه، عدد فرص كبير جدا كنت ممكن تقدر تطلع بسكور كبير. التزام فني التزام تكتيكي من بعض اللعيبه، ادوا عمل جيد جدا جوه المباراه طول ال 90 دقيقه شوط اول وشوط ثاني، حتى قبل الطرد وبعد الطرد. وانا بقول ان الطرد بتاع بيراميدز ما كانش في صالحنا احنا شويه، لان بيراميدز بقى بيامن شويه فراجع لورا شويه فقفل المساحات اللي احنا كنا بنشتغل فيها، لكن برضو رغم من ذلك احنا صنعنا بعض الفرص اللي احنا كنا ممكن نخلص بيها المباراه. صحيح. انا بحمد ربنا الحمد لله. طيب المصري بمجموعه اللاعبين بجهاز فني محترم، التوقعات زادت عليه زي ما قلت لحضرتك، توقعات مش بس من كلنا كمتابعين لكره القدم ولكن بالتاكيد جماهير النادي المصري. بس اللي بيبقى متابع الكابتن ايهاب جلال وجهازه المعاون ووجود حضرتك معاه على مدار الفرق اللي اشتغل معاها، عادة البدايات ما بتبقاش أعظم حاجة بس النهايات بتبقى أعظم حاجة. هل محتاجين شوية صبر والمصري يبقى واحد من أهم الفرق في الدوري الممتاز؟ والله يا كريم هو النادي المصري اسم كبير طبعا وتاريخ كبير جدا والناس كلها بتبقى اللي انت بتقوله ده يا كريم هو اللي الناس بتبقى متوقعاه من فرقه النادي المصري. عنده جماهيريه كبيره، عنده مجلس اداره جديد برئاسه استاذ كامل ابو علي ومجلس اداره محترم، فبيشتغلوا من اول يوم جابوا صفقات جديده، فده طموح كبير جدا. انا بقول ده طموح مجلس اداره، طموح جماهير النادي المصري انها طموح كبير، وطموح جهاز فني بيشتغل، وطموح اللعيبه. فيا رب ان شاء الله باذن الله مع بعض تبدا تندمج مع بعض كامل، لان احنا بنتكلم في فتره اعداد 28 يوم ومنها بعض اللعيبه الاساسيين جوه الفرقه جم بعد فتره الاعداد بحوالي 15 يوم او وناس جت بعد 18 يوم، وبالتالي في الشغل الفني او الحمل البدني بتاعنا ما مش هياخدوا الوقت الكافي مع الانسجام مع بعض اللعيبه الجديده، لانك انت جايب فرقه جديده فلازم الفرقه دي تقدر تاخد على بعض عشان تقدر تطلع بنتيجه كويسه. يعني ان شاء الله باذن الله يكون البدايه النهارده ان اللعيبه بدات تندمج مع بعض باذن الله، وان شاء الله نقدر نعمل نعدي الفتره اللي جايه دي الثلاث مباريات اللي جايين دول يا كريم. احنا عندنا بس مباراه انبي اللي جايه ان شاء الله باذن الله نعديها على خير ان شاء الله، بعد كده يبقى عندك توقف تقدر تشتغل فيه مع اللعيبه وان شاء الله يزيد الانسجام بينهم وان شاء الله يبان الشكل الملامح احسن من كده ان شاء الله. كابتن حمد انتوا جهاز فني محترم جدا، يعني اوصيك سلامنا للكابتن الكبير كابتن ايهاب جلال، سلامنا موصول دائما بيه وان شاء الله موفقين باذن الله الفتره الجايه. بشكرك جدا على طول يا كريم. اشكرك شكرا جزيلا كابتن حمد ابراهيم المدرب العام بفريق المصري البورسعيدي.